ثاني كلكم راح نجمعكم. آلية عمل الفريق المشترك يتم سحب العوائل النازحة من مناطق القتال أو خط التماس وسحبهم عن طريق العجلات وإيصالهم إلى قاعدة تدقيق أمني، إكمال عملية التدقيق وإصعادهم إلى العجلات، ومن ثم توجيههم إلى قسم يتوجهون إلى القيارة مخيم الجدعة، وقسم يتوجهون إلى مخيم الخازر ومخيم حسن شامي 1 و2 و3. بعد إيصالهم للمخيمات يتم تقديم كافة المساعدات الإنسانية لهم وإيوائهم بالمخيمات. ما صبرت الليل كله ألوك، ما نمت والله. ذاك اليوم قعدنا من الصبح، قلت لهم هسه نروح للجيش، أرد أشوف عسكريين. شفت الهمرات والله فرحة ما تنوصف، يعني فد شيء شلون كنت يعني بسجن بكهف كنا. والله شعور ما ينوصف أبد، لدرجة إنه الدمعة تنزل، شعور فرحة. يعني هاي العالم هسه كلها دموعها دموع فرحة. فرحة وسعادة طلعت من المعتقلات خلينا نقول إلى الحرية.